متابع مشاهدينا، بعد المشاهد الحصرية من عملية الفيصل، مشاهد الحصرية الأخبار الآن لتطهير وادي المسيني من عناصر القاعدة. أحسن صورة ترى. عملية الفيصل هي عملية تقوم بها قوات النخبة، تحظى بدعم مجتمعي واسع، لأنها هذا عملية الفيصل تستهدف بؤرة تكوين تنظيم القاعدة ومنطقة عملياته الأولى ومنطقة عملياته الرئيسية، هذه التي تسبب لنا القلق الآن وتسبب للمجتمع القلق، وهي التي تستهدف قواتنا الأمنية وقوات نخبة حضرموت. هذه العملية تحظى بتأييد مجتمعي واسع، لذا سيكتب لها النجاح وكتب لها النجاح. حقيقة وادي المسينة هو مركز عمليات القاعدة ومركز نشأتها، وتتم فيه هناك معسكرات نوعية، تدريب المفخخات، تدريب المنتحريين، تدريب القوات الخاصة، أصحاب العمليات الخاصة والاغتيالات في هذا الوادي، وهو وادي كبير فيه مزارع كثيرة، فيها أيضا منطقة جبلية وعرة ترتبط وتتشعب بعدة مناطق في حضرموت وأوديته. حقيقة أن المهمة كانت صعبة، ولكن قوات نخبة حضرموت كانت قد درست المنطقة، عملت عمل استخباراتي، حظيت بدعم مجتمعي، لذلك كتب لها النجاح. يقدم لنا الأمان، ما نحن نطرحه على رأسنا مسالمة، نحن من نوم مخلوقنا إلى الآن مسالمين، لا لنا في المشاكل ولا لنا في البلاوي، نبغى أمن وأمان ونبغى صلاح الشان، وربنا إن شاء الله يصلح اليمن كله بشكل عام. نحن كمواطنين نشكر الأمن والأمان، نشكر قيادة المنطقة والتحالف العربي، ما بيقصروا، كل إن شاء الله ربنا يصلح الشان في البلاد كلها. طبعا نتم من جهود قوات التحالف العربي وقوات النخبة الحضرمية على ما يقومون به من عملية الفيصل في وادي المسيني، واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في دحر العناصر الارهابيه التي تشكل من هذه المنطقه بوره العمليات الارهابيه وانطلاقه على مستوى الجمهوريه الامنيه بشكل عام. نكرر دعمنا لقوات التحالف العربي وقوات النخبه على ما يبذلونه من جهود في وادي المسيني من عمليات طرد العناصر الارهابيه من هذا الموقع الذي يعتبر بوره لانطلاق العمليات على مستوى المحافظات الجمهوريه.